انتشار الأوبئة تهديد جديد يواجهه النازحون في غزة الذين يروون قصة مأساة عنوانها الفرار من القصف الإسرائيلي نحو واقع تنعدم فيه شروط الحياة. يدفع الاكتظاظ في الملاجئ والمخيمات نحو واقع صحي مخيف في ظل نقص المساعدات الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي المطبق. فيش بطنية، فيش ولا حاجة، من وين أجيب؟ تعالي تفضل، هيو نايمين على الأرض، نايمين على الأرض على الرمل، وين يروح؟ جوزي معاها مريض عيان، معاها قلب عيان، وبنتي مريضة وفيها ظهرها مفتوحة، بدها قرشة. مؤشرات الإصابة بالأمراض باتت مؤكدة. المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس كشفت عن تسجيل إصابة ما يقرب من 55 ألف شخص بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، وما يفوق عن 33 ألفا آخرين بحالات إسهال حاد معظمها من الأطفال ما دون سن الخامسة. جينا من غزة على هان ماشي ما بيعلم إلا فيها إلا الله، لحتى الآن أنا ومرتي وولادي وضع مش ده وضع ميؤوس منه جدا 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 جدا، والوضع هان يعني مش صعب، كلمة مش صعب بسيطة، مستحيلة الحياة هان يعني زي ما أنت شايفة. حذرت المنظمة من احتمال انتشار موجة كبيرة من الأوبئة تهدد بإصابة نحو 600 ألف شخص لانعدام الشروط الصحية ولتسبب أزمة الوقود في شل مفاصل الحياة، حيث توقفت أنشطة إدارة الصرف الصحي وجمع النفايات في غزة، والخوف الأكبر من شرب مياه ملوثة بعد توقف محطة تحلية المياه عن العمل واعتماد السكان على المياه الجوفية والصهاريج، وضع قد ينذر بكارثة يصعب السيطرة عليها في ظل توقف أكثر من نصف المؤسسات الصحية عن الخدمة وشبه انعدام تام للدواء.